بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ معاكم عمار احمد، فرقة 5. ان شاء الله هنشرح المحاضرة الثالثة والرابعة مع بعض، الفانكشن بتاع الاستومك. طيب احنا عندنا الاستومك، في عندنا اربعة فانكشن ليه. في عندنا موتور فانكشن، في عندنا سكريتوري فانكشن، ودايجستيف وابسوربشن. تقريبا اذا على حسب شرح المحاضره انت الدوجيس عندكم اتلغى، بس هيكون مهم عندنا عشان هنا ايه، هيسهل لنا حاجات كتير موجوده في السكريتوري. طيب نخلص اول حاجه من الابسوربتيف فانكشن. الابسوربتيف فانكشن للاستومك، الاستومك زي ما انتم عارفين الاستومك بيئه اسيدك، فصعب شويه ان يحصل فيها ابسوربشن. ليه؟ عندنا سببين. اول سبب، في عندك ليك اوف فيلاي، مفيش فيلاي يعني مفيش سيرفيس اريا كبير، زائد ان في تايت جانكشن يعني ترابط قوي جدا بين الخلايا بيمنع اي امتصاص بينهم، لان لو في يعني الترابط بين الخلايا ده خفيف شويه، ال HCL او الماده الحمضيه بتاع المعده هتدخل بين الخلايا وهتحرق الخلايا، ده يعتبر اسمها ماده حمضيه يعني اسيد. جميل. طيب ده كده كل الموجود في الكلام بتاع الابزوربشن. تمام. بعد كده هنخش على الموتور. الموتور احنا هنتكلم على ثلاث صفات في الموتور. في عندنا هنتكلم عن الستورج، هنتكلم عن الميكسينج، هنتكلم عن الامتينج. تمام. تعالوا نشوف كل واحد فيهم معناها ايه. عندنا الاستورج. الاستورج كل اللي وصفه عندكم ان هو ازاي بيحصل الاستورج للاستومك. يعني ايه يحصل الاستورج؟ طبيعي ان طبيعي ان الاكل ينزل للاستومك يفضل موجود فيه. طب انا اوقات بكون يعني الست الوالده الله يبارك لها بتكون ايه، مجهزه اكله متوصيه في اكله كبيره شويه وكده، فانت بتقعد تملى بطنك على الاخر. طب ازاي، ايه الفرق؟ انا مثلا كلت طبق، ازاي اقدر اكل طبق وفي نفس الوقت اقدر اكل 3 اطباق؟ الفرق بايه؟ انت دلوقتي اول ما معدتك بتتملى بتحرك، بتضغط على جدار المعده فبيتمدد. الحركه ديت بتعمل استيميليشن لحاجه اسمها ايه، ميكانو ريسبتور. طالما في ميكانيكال يعني حركه يبقى المسؤول عنها ميكانو ريسبتور. تمام. ميكانو ريسبتور دي موجوده في الجاستريك وول. طيب النيرف سبلاي بتاع الاستومك اللي هو ايه، اللي هو الفيجس الباراسمبثيتك، معروف لاغلب الجي اي تي. طيب انا دلوقتي عندي الاستيمولس اللي هو ايه، اللي هو الجاستريك ديستنشن، عمل استيميوليشن لايه، للريسبتور اللي هي ميكانو ريسبتور الموجوده في الجاستريك وول. الفيجس هياخد الامبلس هنا كاستيميوليشن، يروح للسنتر بتاعه اللي هو اسمها ميدالا اوبلونجاتا، هيرجع تاني هيعمل انهيبيشن للماسلز. يعني ايه هيعمل انهيبيشن؟ مكتوبه عندي في الداتا هنا انهيبيتور نيورو ترانسميتر. معنى انهيبيتور نيورو ترانسميتر ان هو هيعمل المسل المفروض بيحصل لها كونتراكشن اللي هي الشده دي، الشده بتاع الول، لا انا هريحها خالص، هطلع استير كولين اخليه اريح الدنيا دي خالص. يبقى الريسبوند عندي ايه؟ ريسبتيف ريلاكسيشن، هيحصل ريلاكسيشن للمسل اللي قدامي دي. تاني بسرعه، حصل ديستنشن بالاكل، الريسبتور بتاعتنا حصل لها ستيميوليشن، مش الفيجاس شال الامبلس ان انا دلوقتي المعده مليانه انا عايز اوسع الدنيا عشان استقبل اكل تاني، لسه باقي ورك فرخه ما اكلتوش. تمام. هيفضل الدماغ هيترجم الامبلس ديت، خلاص انا عايز امدد المعده، هيتمدد هترجع اشارات تانية في نفس النيرف اللي طالع، الفيجاس طالع ونفس الفيجاس نازل، ماشي مفيش وراه حاجه. والريسبوند بتاعي هيبقى ايه، هيبقى ماسل ريلاكسيشن. ده كان اول حاجه عندكم في الاستورج. طيب تعالى بعد الخطوه اللي بعدها اللي هي الميكسينج. ميكسينج دي مترتبه على الاستورج برضو. الاستورج كان حصل عندنا جاستريك ديستنشن، هنا برضو حصل جاستريك ديستنشن. دلوقتي شفتوا البالونه، او بلاش اقول بلاش بالونه، اي حاجه مطاط لو انت حطيت فيها مثلا قماش هتقعد تتمدد معاك. نفس ده نفس اللي بيحصل في المعده، الاكل بيفضل يضغط على الجدار. طب الضغط عامل زي ايه؟ عامل زي الاستيك، بيتمط ويرجع ايه، ريكويل تاني. نفس قانون الفيزياء لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار وايه، معاكس له في الاتجاه. معاكس الاتجاه هنا هو انا الاكل بيمد المعده لبره راديالي، فيحصل الريفلكس بتاعنا هيبقى كونتراكشن لجدار المعده، فده هيعمل موجات الانبساط وانقباض، انبساط وانقباض، هيعمل لي موجات اسمها ايه، بريستالتيك موفمنت. طب البريستالتيك موفمنت ديت بتفضل موجوده لحد ما بتوصل فين، الحاجه اسمها الجريتر كيرفيتشر بتاع المعده. طبعا دي ما بتبداش مره واحده ان هي يحصل فيه بريستالتيك موفمنت، لا هو بالراحه واحده واحده، حركه بسيطه، بعد كده الحركه دي تزيد كل ما الاكل يزيد وهكذا. في طبعا كاتب لكم هنا وات انكريز اند وات ديكريز، دي شويه عوامل كده هنقولها كمان شويه عشان هي بتاثر عليها وتاثر على الحاجه الثالثه اللي هي ايه، الامتنج. الامتنج ده اللي هو التصريف، المعده بتفضي خلاص، انا هضمت الاكل هفضي بقى. البريستالتيك موفمنت ديت بعد ما بتوصل لقوه معينه بتزود الضغط جوه الايه،
تزود الضغط جوه المعده، لان الوقت المعده مليانه اكل وفي حاجه بتضغط عليها من بره، الجدران بتضغط عليه بتضيق السيرفس اريا اللي جوه، فالضغط جوه بيزيد. طبعا اللي مانع الامتنج صمام اللي هو البيلوريك سفنكتر، الصمام ده قافل، بس انا لو ضغطت على الصمام ده بقوه اكبر هي ايه هيفتح. في الطبيعي ان البيلوريك سفنكتر ده هو مقفول، بيعدي السوائل، بيعدي الحاجات الصغيره خالص اللي هو السمول بارتكل ده بتعدي منه، بس عشان اعدي البلك اللي هو الاكل نفسه، او زي ما مكتوب مصطلح هنا القايم، القايم ده هو الفود اللي انا باكله بعد ما بيتمزج بالاتش سي ال، بيعمل لنا حاجه اسمها قايم. القايم ده بعد البريشر الناتج عن البريستالتيك موفمنت بيفتح ايه؟ بيفتح البيلوريك اوبننج دي. طيب تعالوا بعد كده نعرف ايه اللي بيزيد وايه اللي بيقل. في عندنا مربعين، مربع ازرق ومربع احمر. الاحمر اكيد يعني معناه نار، يعني في حاجه بتزيد، ازرق حاجه بتقل. طيب تعالوا نتكلم عن العوامل اللي هي الايه اللي بتزود. الاول الديستنشن، طبيعي كل ما الديستنشن بيزيد كل ما الميكسنج بيزيد كل ما الامبتنج بيزيد. طيب الباراسمباثيك، مش احنا قلنا ان الفيجاس ده عباره عن باراسمباثيك؟ تمام، طول ما انت مرتاح الحركه دي هتزيد، الميكسنج هيزيد. معلش انت مش وانت في الجيم او وانت بتجري مثلا او طالع عايز تلحق الراوند قبل ما الدكتور تاخد الغياب، مش هتكون ساعتها تقول لك انا جعان، لا انا بكون بجري، اللي هو ده شغل سمباثيك. جميل، طبعا انتوا عارفين الحوار ده كله من سمباثيك وبارا سمباثيك مش هنتكلم فيه كتير. الحاجه الثالثه جاستريني، الجاسترين ده هرمون بيزود برضو ايه، بيزود شغل الحاجات دي كلها، بيزود شغل الميكسنج اللي هو الستورج فانكشن يعني. طيب ايه الحاجات اللي بتقل برضو عكس السمباثيتك؟ في عندنا ايه، في عندنا بارا سمباثيتك، في عندنا سمباثيتك. السمباثيتك بيقلل الفانكشن دي كلها لان في اولويات دلوقتي، زي ما في عندي جاسترين في عندي سيكريتين، يبقى احنا كده هنربط الاثنين ببعض دول ببعض كاسكيم. بارا سمباثيتك بيزود، سمباثيتك بيقلل، جاسترين بيزود، سيكريتين بيقلل. طبعا في عندنا هرمونات تانية هنا، السي سي كي والجي اي بي، الحاجات دي كلها اختصار عندكم، ده اختصار الهرمونات هيجي لكم في الامتحان كاختصار. جميل، يبقى ده عندي حاجات بتقلل وحاجات بتزود. تعالوا بقى نرجع تاني، قلنا الاستورج، قلنا هنتكلم في ايه، صراصير. صراصير دي اختصار اللي هو ايه، ستيمولس ريسبتور افرنت سنترال افرنت سنتر افرنت وبعد كده ريسبوند. ده احفظوا الاختصار ده في دماغكم عشان تعرفوا ايه تكون في الامتحان انا عارف انا هتكلم على ايه. طيب بعد كده هنتكلم على ايه، الديستنشن، الدايجستشن قصدي. دايجستشن هنتكلم على حاجتين فيه، ازاي بيحصل ميكانيزم، طبعا احنا قلناه من شويه وهنقوله تاني دلوقتي، والاكشن. تعال نروح للدايجيشن. الدايجيشن كميكانيزم فيه بيقول لك عن طريق ميكسنج موتيليتي اللي هي البريستالتيك موفمنت اللي احنا قلناها من شويه. مش البريستالتيك موفمنت دي هي اللي بتعمل، هي اللي بتكون القايم. القايم ده عباره عن دايجستد او سيمي دايجستد فود، فده الحاجات دي كلها هي اللي بتاثر، هي ده الميكانيزم بتاع البريستالتيك موفمنت. وطول الامعاء ده الحركه بتاعتها، الدنيا بتضغط فالاكل بيمتص عن طريق جدران. طيب في عندنا ثلاث انواع الاكل زي ما انتم شايفين، ثلاث مربعات. في عندنا فات، في عندنا بروتين، في عندنا كربوهيدرات. زي ما احنا عاملين برضو زي ما قلنا قبل كده ان المربع الاحمر هو بزياده والبروتين او الازرق قصدي بيقل، الفات برضو هنا اللون الاخضر ده كل ده ليهم برضو دلالات. يعني مثلا ايه، انت عندك الكربوهيدرات هنا، او هنبدا بالفات الاول عشان اسهل. معنى ان ده اخضر يعني بيقول لك ايه، الدنيا هاديه. ده اخضر يعني ايه، الدنيا مرتاحه، مش بيقول لك في كود ريد او الدنيا الانذار الطوارئ بيدل على الاحمر. اخضر يعني الدنيا هاديه خالص. في عندي انزيم بيعمل دايجيشن للفات اسمه ايه، لينجوال لايبيز، من اسمه لينجوال، هو موجود فين، اورال بس. تمام، بس بيقول لك ان في معلومه هنقولها كمان شويه، ان 10% بس من الفات اللي احنا بناكله هو اللي بيحصل له دايجيشن في ايه، في الاستومك. يبقى كده 10% معنى كده ان جزء قليل خالص، عشان كده رمزت له باللون الاخضر. طب تعالى بعد كده، البروتين هو ايه، بيحصل له دايجيشن عن طريق اسم انزيم اسمه ايه، البيبسين. لو هنسكمها عندك البي بروتين والبي بيبسين. طب البيبسين ده موجود فين، في الاستومك بس. ما احنا عارفين اصلا ايام الثانوي ان الانزيم البيبسين موجود في ايه، في المعده فقط. تعال بقى الكربوهيدرات. الكربوهيدرات بيقول لك ايه، انا عامله باللون الاحمر يعني كده بيحصل له ديجيشن كتير كتير. ليه؟ سليفر اميليز، يعني دايما كلمه سليفري يعني انزيم بيطلع في ايه، بيطلع في الاورال بس. بس بيقول لك كمان ان هو بينزل للاستومك، يعني بينزل برضه بيشتغل في الاستومك. يعني الوقت الكربوهيدرات اللي هي الرز مثلا، تمام، بيحصل له ديجيشن في الاورال وفي الاستومك. طيب
تعالوا نقول كمان كم معلومه كده. الانزيم ده، الانزيم اللي هو السليفر اميليز ده، بيقول لك بيشتغل في الاستومك بس لمده ساعتين بس. طب ليه ساعتين؟ اصلا الاكل في المعده بيكون ما بيطولش عن ساعتين، ونطول فيه عندنا حاجه تانية برضو تمنع الانزيم ده ان هو يشتغل. البيئه في البق تقريبا الكلايت، في الاورال الكلايم، لكن البيئه في الاسيدك في الاستومك ده اسيدك. يعني ده كانك داخل من جو معتدل مثلا لجو حر مره واحده. انا مش هقدر اكمل شغل في الجو الحار ده الا مده معينه. طب تعالى، انزيم البيبسين ده الطبيعي بتاعه ان هو بيشتغل في المعده، يبقى هو طبيعي ان هو يشتغل في ميديا اسيدك من 2 ل 3. طب لو الميديا في المعده ديت اللي هي الطبيعي اسيدك زادت درجه الاسيدتي بتاعتها ل 5، ساعتها الانزيم ده يقف، يبقى في مشكله. تمام، يبقى ده حاجه زي جرس انذار كده، الانزيم ده بيقف لما الاسيدتي بتاع المعده بتطلع لايه؟ ل 5. اللينجوال لايبيزيا قلنا ان هو اونلي دايجست 10% من الفات بس. في عندنا انزيم تاني اسمه جاستريك لايبيز، بس ده موجود في الانسان بس ان فاليبل. ده الجاستريك لايبيز ده اكتر في ايه؟ اكتر في الحيوانات، يعني قيمته اكتر في الحيوانات. طيب تعالوا نرجع تاني كده، احنا اتكلمنا عن الدايجيشن، واتكلمنا عن الموتور، واتكلمنا عن كل حاجه في دولت، عشان نراجع تاني على السريع عشان تبقى دماغنا في دماغ، يعني كل حاجه قلناها قدامنا عشان ما نتوهش من بعض. قلنا الابزوربشن ليه قليل؟ لان الليك اوف فيلاي وبريزنس اوف ايه تايت جانكشن بتمنع الابزوربشن. الموتور قلنا الاستورج عن طريق اللي ايه الريفلكس بتاعها اللي هو الصراصير. الميكسنج قلنا عن طريق البريستالتيك موفمنت. الامتنج وقلنا ايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله. تمام، والدايجيشن اتكلمنا على الميكانيزم بتاعه اللي هو عن طريق برضه البريستالتيك موفمنت. والاكشن قصدي بالاكشن هنا اللي هو ايه ازاي بيشتغل على كل نوع من الاكل. طيب تعالوا نتكلم على اهم حاجه واكبر بلك عندنا اللي هو السكريتوري. الاكشن زي ما قلنا هنا فيه 3 حاجات، كربوهيدرات، بروتين، فات. تعالوا نتكلم على السكريتوري. السكريتوري هنتكلم عن 4 حاجات، هنتكلم عن الجاستريك ميوكوس، هنتكلم عن الترنسيك فاكتور، هنتكلم على الجاستريك انزيم، والجاستريك اتش سي ال. اهم حاجه عندنا هو الجاستريك اتش سي ال، بس هنخلص من حاجه منهم اللي هو الانترنسيك فاكتور، اللي هو مكتوب عندكم المعلومه الوحيده ان هو ضروري عشان الابزوربشن بتاع الايه الفيتامين بي 12 بس، مفيش اي حاجه تانية مكتوبه عندكم عن كده. جميل، كان في جزئيه هنا موجوده في الموتور انا سبتها اللي هي بتاع الفوميتنج. الفوميتنج ده هقولها في الاخر خالص. تعالوا بقى نروح للسكريتوري. السكريتوري مكونات الجاستريك جوس او اللي هو اتش سي ال ده. اتش سي ال ده بيقول لك كفوليوم، ذا فوليوم اوف جاستريك سكريشن از اباوت 2 لتر بير دي. كل دي معلومات ام سي كيو، يعني ايه مش محتاجه حفظ. وغالبا في حاجات عندكم هنا الارقام دي مش موجوده عندكم. ده طبعا هايلي اسيدك، معلومه بديهيه. الكونتنت بتاعته 99% منه ميه. في عندي اورجانيك سبستانس اللي هي الانزيمات والانترنسك فاكتور اللي احنا قلناها من شويه، والايه الاورجانيك سبستانس اللي هي الالكترولايت، كلورايد، هيدروجين، صوديوم، بوتاسيوم كده. دي حاجات اساسيه، يعني كل الجزئيه دي كلها كلام ايه؟ كلام ام سي كيو بس، يعني كلام ارقام بس ما فيش فيها شرح. طب ازاي بقى الحمض ده بيتكون؟ ركزوا معايا في الصوره اللي جايه دي كويس جدا. احنا عندنا كربون داي اوكسيد هنا بيجي من عن طريق الميتابوليزم بتاع الخلايا. انا عندي ميتابوليزم في الخلايا بيكون ناتج منه كربون داي اوكسيد. مش احنا عارفين ان الخلايا بتستهلك اكسجين تطلع مكانه كربون داي اوكسيد؟ طيب في خلايا عندنا استهلكته وطلعت لك كربون داي اوكسيد. ايه الخليه الزرقاء ديت؟ اللي هي الاوكسجين سيل او البرايتر سيل اللي بيتكون فيها اصلا الاتش سي ال، او اللي بتكون سبب في تكوين الاتش سي ال، مش بتكون جواه. زي ما انتم شايفين هنا ايه، في هنا استومك ليومن ده السيل، وده مثلا البلاد ستريم. الكربون دايوكسيد بيجي من البلاد ستريم يخش الايه، يخش الخليه دي. واي خليه زي ما احنا عارفين جواها ميه، جسمنا اصلا كله ايه، كله ميه. الكربون دايوكسيد هيمسك مع الميه بانزيم اسمه ايه، كربونيك انهيدريز. تعالوا نكتب اسمه هنا باللون ده كده، كربونيك انهيدريز، ده اختصاره. طيب الكربونيك انهيدريز هيحول لي الكربون دايوكسيد مع الميه لحاجه اسمها ايه، كربونيك اسيد، اللي هو ايه ده، الكربونيك اسيد H2CO3. ده المركب ده بيتفك لوحده كده مره واحده لهيدروجين ايون وبيكارب. البيكارب من اهم المركبات الكيميائيه اللي الجسم بيحتاجها، عشان كده اول ما بيجي جسم بياخده على طول. جسم بياخده بعد كده بيوديه فين؟ بيوديه على البلاد ستريم. طيب بس احنا عارفين ان اي خليه ليها ميمبرين بوتنشال. يعني ايه ميمبرين بوتنشال؟ انا ما ينفعش اطلع البيكارب من هنا للبلاد ستريم من غير ما ادخل مكانه حاجه، انا لازم ادفع ثمن. انت مش هتطلع كده لوحدك، لازم في ثمن.
عشان اطلع البايكارب لازم ادخل مكانه برضو نفس الحاجه بنفس الشحنه السالبه اللي هي ايه الكلورايد. فهطلع بايكارب عكس الجريدينت اللي هو اكتيف ترانسبورت، يعني هيدخل بداله ايه، يدخل بداله كلورايد. بس الكلورايد انا مش محتاجه هنا، انا محتاج الكلورايد يكون في الاستومك. فالكلورايد هيدخل من هنا، يدخل من الباب، يطلع من الباب التاني اللي هو ايه كلورايد ايرون تشانل. هيطلع دي بوابه ليه جاهزه، يعني خش اطلع باسيف لوحدك كده، دي بوابه بتطلعك انت لوحدك، مش انا مالكش، مش هتشترك مع حد عشان تطلع. خلاص كده الكلورايد اتكون عندي هنا، تمام. طيب الهيدروجين ايون ده عشان اطلعه هنا للاستومك اليومن ويمسك مع الكلورايد ويعمل لي اتش سي ال اللي هو المركب السي بتاعنا، لازم يطلع بداله حاجه، لازم يطلع بداله حاجه. يعني هنا حاجه بوزيتيف، لازم عشان اطلعك تدخل لي حاجه بوزيتيف برضو. هطلع هنا هي اكستشينج عن طريق ايه، مع بوابه اسمها بوتاسيوم هيدروجين اي تي بيز. معنى كده انها بتبدل البوتاسيوم مع الهيدروجين، هيدروجين طلع بوتاسيوم دخل. البوتاسيوم هيدخل نفس النظام بتاع الكلورايد بالظبط، بس البوتاسيوم مش هيروح للدم بقى. البوتاسيوم احنا عارفين ان هو هاي كونسنتريشن بره الخليه، يبقى هو هيطلع من من لو كونسنتريشن لهاي كونسنتريشن. دي برضو بوابه اسمها بوتاسيوم، بوتاسيوم شانل برضو، يعني في عندي كلورايد شانل وفي عندي بوتاسيوم شانل. هيطلع البوتاسيوم تاني ولا كأن حاجه حصلت عادي جدا. جميل. طب تعال ناخد الحاجات دي بالترتيب. احنا قلنا واحد الكربون داي اكسيد دخل، اتنين مسك مع الميه، تلاته كون لي الكربونيك اسيد، اربعه الكربونيك اسيد اتفك وكون لي هيدروجين ايون مع بايكار، خمسه الاتنين حصلوا في نفس الوقت، الهيدروجين طلع من الجهه دي من اليمين والبايكار طلع من الشمال. ده طلع مع اكس تشينج مع كلورايد، وده طلع مع اكس تشينج مع ايه، مع بوتاسيوم. بعد كده الكلورايد اللي دخل هنا طلع من هنا. خطوه سته، خطوه سبعه بقى ان احنا كوننا الاتش سي ال. يبقى معنى كده دلوقتي ان الاتش سي ال اتكون فين، جوه الخليه ولا جوه اليومن؟ كده الاتش سي ال اتكون عندي جوه اليوم، العناصر بتاعته جات لي من الخليه. جميل. طيب في جزئيه عندكم عشان ما انتهش كده، جزئيه بيقول لك ان بيحصل فيها ان الخليه دي بتعمل حاجه اسمها هيدروليسيس للميه. دي خطوه رخمه شويه عندكم، ان يعني المفروض دي خطوه جانبيه، فعشان ما نتوهكوش دي حاجه اساسيه موجوده عندكم اهي وسهله بالترتيب. ما ندخلش بقى ان هي هيدروس مش هيدروس عشان ما نتوهش من بعض. جميل. طيب ايه بقى اللي بيزود الحاجات ديت وايه اللي بيقلل؟ نرجع لنفس السلايد تاني، ازرق واحمر، احمر بيزود وهكذا وازرق بيقلل. اسيتيل كولين اللي هو النيورو ترانسميتر اصلا بتاع الباراسمباثيك، يعني ده احنا ممكن نحط علامه هنا كده ونكتب بدلها ان ده بارا سيمباثيك. بارا معلش على الخطا بقى، انا بكتب من الماوس بتاع اللاب. يبقى كده ده بارا سيمباثيك. بدل البارا سيمباثيك احنا قلنا البارا سيمباثيك هناك هو اللي بيزود الموتور فانكشن، هنا برضو البارا سيمباثيك اللي هو الاستايل كولين بتاعه هو اللي بيزود الاتش اتش سي ال. حاجه تانية هيستامين، الهيستامين في ريسبتور عندكم اسمه اتش 2 بلوكر، بيزود السايكليك ام بي وبيدخل في ميكانيزم كبير كان المفروض اشرحه لكم اصلا هنا، بس اكتشفت ان هو هيتوهكم وانتم مش مطالبين بميكانيزمات في الامتحان، تمام. وبرضه عشان وقت المحاضره في الجاسترين زي ما هو زود هناك هيزود هنا برضه. طب تعالوا بقى الحاجات اللي بتقلل. في عندنا حاجه الهرمونات، نفس الهرمونات اللي قلت هناك هتقلل هنا. الاتش سي ال نفسه، يعني مش بقول لك الشيء لو زرع حد وبيتقلب ضده، ال HCL ده لما بيزيد عند ليفل معين بيعمل حاجه ريفلكس نيجاتيف فيدباك، يعني انا خلاص وصلت لوقف معين خلاص وقف تصنيع اتش سي ال، عندي اتش سي ال كفايه. البروستاجلاند نفس الكلام بيعمل ستيميوليشن، بيعمل انهيبيشن برضو لل اتش سي ال عن طريق عكس الهيستامين. الهيستامين كان بيزود السايكليك ام بي، البروستاجلاند بيعمل انهيبيشن للسايكليك ام بي لميكانيزم برضو مختلف عنه، تمام. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الجزئيه بتاعه الديودرم بي اتش دي. الديودرم بي اتش احنا عارفين الميديا بتاعه الديودرم الكالاين، بعكس ايه، بعكس الاستومك اللي هي اسيدك. طيب دلوقتي لو الاسيديتي بتاع الاستومك راحت للديودرم مع الاكل، ما هو الاكل طبيعي، الاكل اللي هو القايم ده عباره عن اسيد، اول ما بيوصل للديودرم كده البي اتش بتاعته بتقل، البي اتش بتاعته الكالاين يعني فوق السبعة وي، تمام، او الثمانية، فبتقل. طب هتقل، انا ما ينفعش كده، انا ما عنديش جدار حمايه، ما عنديش جدار حمايه اللي هو اللي احنا نقوله من شويه اللي هو الميوكس بارير يحميني من الايه، من الحمض اللي موجود ده. فساعتها انا هبعت رساله ريفلكس برضو اللي هو ايه، بس الريفلكس هنا عن طريق حاجه اسمها
كيمو ريسبتور. هناك كان قلنا في حاجه اسمها ميكانو ريسبتور، هنا حاجه اسمها كيمو ريسبتور. جميل، هيعمل ريفلكس برضو يوقف لي انتاج اللي هو الاتش سي ال. تمام كده يا شباب؟ طيب ايه بقى الفانكشن بتاع الاتش سي ال دي؟ الفانكشن بتاع الاتش سي ال اول حاجه ان هو بيعمل لي دايجستشن للبروتين، وده برضو حاجه كنا قلناها في الدايجستيف فانكشن. عن طريق احنا قلنا ان البروتين بيحصل له اكتيفيشن عن طريق انزيم اسمه بيبسين، بس البيبسين ده مش موجود اكتف في الجسم كده، هو موجود في صوره ان اكتف ليه اسمها بيبسينوجين، وهنتكلم عنه بالتفصيل كمان شويه. بس يبقى دلوقتي الاتش سي ال بيحول لي ان اكتف فورم اللي هو البيبسينوجين لاكتف فورم البيبسين عشان يخليني اعرف اهضم البروتين. حاجه ثانيه ان البيبسين ده قلنا عشان يشتغل كويس محتاج ميديوم اسيدك اللي هي من 2 ل 3. طيب ما هو ده اصلا هو ده الحمض اللي بيخليه الميديوم اسيدك، بيقول لك بروفايد اوبتيمال بي اتش عشان اخلي الانزيم ده يشتغل. حاجه ثالثه بيقول لك برودوس هيدروليسيس اوف بروتين، دي حاجه كده من ضمن الام سي كيو. كوز ميلك كوردلينج، او كلمه ثانيه مش فاهمين كوردلينج ديت كلوتينج، بيخلي اللبن الموجود في المعده يتجلط شويه او ايه يتجلط، بمعنى انه يتجلط او يتخثر. ليه؟ عشان يفضل في المعده فتره طويله. طب ده مهم جدا في الاطفال، ليه؟ عشان الطفل ما يبقاش كل شويه يعني وقت الرضاعه اللبن بيفضل موجود في المعده فتره اطول، عشان الطفل يفضل حاسس بشبع فتره اطول. تمام. حاجه تانية ان هو بيهلب الابزوربشن بحاجتين، الايرن الصيغه اللي احنا بناكلها بيها حاجه اسمها فيريك فورم، عشان يمتص لازم يتحول لايه لفيرس فورم. تمام. الكلورايد نفس الكلام، الكالسيوم قصدي، الكالسيوم بيكون فيه ايونايز فورم وان ايونايز فورم، هو بيخليه لنا ايونايزنج عشان ايه نعرف نمتصه. حاجه اللي هو ايه ده ميديا اسيليك برضو، هيعمل لي حاجه اسمها بكتيريسايدال افكت. احنا شبهنا ال HCl بميه النار، ميه النار اصلا بتذوب الجلد فمش هتذوب بكتيريا، بديهيات يعني يا جماعه. طيب حاجه كمان احنا كنا اتكلمنا من شويه، تعالوا نرجع كده عشان ما انتوش من بعض. كل ده كنا بنتكلم في الايه في الجاستريك HCl، خلصنا الجاستريك HCl وخلصنا انترنسيك فاكتور، تعال نخش على بعدها اللي هي ايه الانزيمز. هنقلب شويه بس كده، تعالوا شويه او بارو تك 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 تك. جاستريك انزيمز، البيبسينوجين اللي احنا قلنا هنتكلم عليه جه دلوقتي. البيبسينوجين عندنا 1 2 3 4 خمس حاجات معلومات هنتكلم فيهم في البيبسينوجين. اول حاجه بسكريتد منين؟ حاجه مش بقول البيبسينوجين بتحول البيبسين، بيبسين بيبتيك يعني هي بديهيات اهي. البيبسين بيطلع من خليه اسمها ايه بيبتيك سيل، او الاسم الثاني ليها اللي هو التشيف سيل. تمام. ودي بيقول لك سكريتد ان اكتيف، وبعد كده بيتحول لاكتيف عن طريق اللي هو الاتش سي ال نفسه اللي هو ايه مع ان اكتيف انزيم اسمه ايه برو انزيم، عشان دي لو جات لكم ايه لو جات لكم في الام سي كيو. يعني لو قال لك ان البيبسينوجين ده انزيم ولا برو انزيم ولا هرمون ولا حتى بطيخ اصفر، يبقى ده ايه هتختاروا ايه برو انزيم. بعد كده الخطوه اللي بعدها اللي ايه السكريشن ستيموليتد باي ايه، احنا قلناها من شويه، شفت الحاجات اللي بتزود الاتش سي ال. لو انا زودت الاتش سي ال هزود الاكتيفيشن بتاع ايه بتاع البيبسينوجين، يعني كله بيسلم بعضه، فاهمين قصدي يا اولاد؟ طيب بيقول لك ات اكتيفيتد باي الاتش سي ال، وشرحناها من شويه. كل ده ايه؟ بيقول لك ان في البيبسينوجين از كونتينيو تو اكتيفيت ات سيلف، طول ما في اتش سي ال، طول ما في حاجه اسمها بوزيتيف فيدباك، ده عكس النيجاتيف فيدباك اللي احنا اتكلمناها من شويه. اتش سي ال ذات نفسه، ان الاتش سي ال ذات نفسه لو هو زاد هيعمل نيجاتيف فيدباك على نفسه، هيمنع نفسه. ده العكس، كل ما البيبسين يزيد كل ما يزود ايه كل ما يزود اكتيفيشن لنفسه. طب امتى البيبسين ده يقف؟ لو المصدر اللي بيخليه اكتيف بيقف، يعني وقت ما الاتش سي ال يقف خلاص انا ما عادش اعرف اكون بيبسين، لان الحاجه اللي بتخليني اكتيفيت ما عادش موجوده. تمام. طيب ايه اكتيفيتد فين؟ قلنا الحوار ده من شويه، ان البيبسين لما شرحناه في الدايجيشن ان هو بيشتغل في ميديا في الاستومك في ميديا من 2 ل 3، كل ده كلام متكرر. بيحصل له ان اكتيفيشن في ديودرم، ليه؟ ان البي اتش زادت، هنقول بيحصل له ان اكتيفيشن لما البي اتش اتغير. ايه الاكشن بتاعه؟ قلنا هناك ان هو بيعمل ابزوربشن او بيعمل دايجيشن لايه للبروتين. في شويه انزيمز تانية عندنا كده هنتكلم عليها على السريع. في قلنا جاستريك اميليز، ده غير السليفري اميليز، كان في قبل كده عندنا حاجه اسمها سليفري اميليز، ده جاستريك اميليز. في عندي جاستريك لايبيز، في عندي جيلاتينيز، جيلاتينيز من اسمه بيعمل ليكوفاي ايه للجيلاتين.
طيب البارير بقى، البارير ده حاجة مهمة جدا 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 جدا. أي حاجة في جسمي فيها بارير، في عندي بلاد برين بارير، في عندي بلاسنتر بارير، في باريرز كتير. من عندنا أهم بارير دي عندك جاستريك بارير. جاستريك بارير أو جاستريك ميكوزال بارير ده اللي بيحمي، ده اللي بيحمي الاستومك وبيحمي بداية الديودينم من الاتش سي ال الموجود عندي. ضعف، أي ضعف أو مشكلة في حاجة في العوامل ديت هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي مرض اسمه بيبتيك ألسر. يعني البيبتيك ألسر انا مش هشرحه هنا في تفاصيله، لان هو اللي انا هقوله دلوقتي يعني كاسباب البيبتيك ألسر اللي هي دمار او خلل في حاجه من اللي احنا اللي هنقولهم دلوقتي. اول حاجه عندنا ميوكس، في عندنا نوعين من الميوكس، في عندنا ثيك ميوكس وثين ميوكس. الثين ميوكس مش كاتب عليه اي معلومات، اللي هو ايه؟ ان هو ثين ميوكس بس وخلاص. الثيك ميوكس هو اللي يهمني عشان هو اللي هيساعدني في الحمايه. بيقول لك ان هو ثيك فيسيد الكالاين ميوكس لاير، معنى الكالاين ميوكس ايه؟ عشان اعادل او احمي شويه من الاسيدتي دي، ما هو انا عندي اسيد لازم احمي بالكالاين. سمكه قد ايه؟ 1.5 مللي. بيقول لك ده كفر الجاستريك اند الديودينال ايه؟ ميكوزا. يعني ده بيقوم بدور برضه ان هو يحمي الديودينم، جميل، بس طبعا مش بنفس قوته في الاستومك. التايت جانكشن الموجوده في الاستومك اللي قلنا دي، ده من ضمن الاسباب. يعني دي ميزه وعيب، ميزه انها بتحميني من الاسيد، وعيب انها بتقلل الابزوربشن. بروستاجلاندين قلناها من شويه، بروستاجلاندين ده هو بيزود السكريشن بتاع الميوكس وفي نفس الوقت بيقلل السكريشن بتاع الاسيد، اللي احنا قلنا ان هو بيمنع تكوين حاجه اسمها سايكليك اي ام بي. الالكالاين سكريشن اللي بتطلع من بتطلع من الماوس، يعني ما هو احنا قلنا ساليفرا اميليز وكذا كذا، الكالاين سكريشن بتطلع من اللي هو الحاجه الابر جي اي تي، بتساعدني برضو بتحميل الميوكس بارير قد كده. ربنا خلق لي برضو ان الخلايا الميوكس جاستريك ميوكس ده بيحصل له ريجنريشن على طول، يعني كل ما الخلايا تدمر تكون نفسها تاني، كل ما الخلايا تدمر تكون نفسها تاني. فدي من رحمه ربنا. والفيدباك ميكانيزم اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه اللي هو النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طيب تعالوا بقى نرجع كده، معلش خلي ثانك يو تستنى شويه. كان راجع الكلام ده على السريع، الابزوربشن قلنا قليل ليه، موتور قلنا الثلاث حاجات بتوعه، الميكانيزم قلناه ده مش مشروح عندكم انا عارف، بس الميكانيزم ده لو خدت بالكم ان هو فادنا في حاجات كتير قوي قلناها في السكريشن، تمام. وقلنا السكريتوري، ده كل الحاجات اللي عندكم. الجزئيه بقى بتاع الجزئيه بتاع اسمه يا ربي بتاع الفومتنج، زي ما قلنا لكم هي هنا نفس اللي حصل. يعني تعالوا نرجع للموتور، شايفين البريستالتيك موفمنت اللي حصلت ديت، انا هقولها لكم على السريع كده ككلام. انا دلوقتي زي ما حصل امتنج في المعده عن طريق ان حصل الجدار البريستالتيك موفمنت قعدت تضغط على الكونتنت اللي جوه، ده اللي بيحصل بالظبط. بس اللي بيحصل العكس بقى، ان الديافرام بيحصل له كونتراكشن، الابدومينال ماسل حصل لها كونتراكشن، فزودت الانترا ابدومينال بريشر، يعني الضغط في المعده كلها مش في الاستومك بس، تمام. فده ده بدوره هيضغط على الاستومك وهيضغط على الانتستين، يبقى كده الانتستين اتقفلت خالص، مفيش فيها مجال ان الاكل يروح لها. فالبوابه الوحيده اللي هتعمل لي كده انها تطلع فين؟ انا اطلع لفوق عكس الجاذبيه. وربنا ميسر الموضوع ان اول ما بيزيد الضغط جوه المعده بيحصل ريلاكسيشن لللور اسفوجيال سفنكتر، بيحصل ريلاكسيشن هنا فالاكل كله هيطلع تاني لفوق. بس مش بس كده، في عندنا كمان بيحصل برضو الجلوتس. الجلوتس دي عبارة عن صمام او جزء في الريسبيراتوري تراكت. الجلوتس ده بيمنع، لو الشخص لما بيحصل له فومتنج يمنع ان الاكل ينزل في الريسبيراتوري تراكت، يعمل له حاجة اسمها اسبيريشن ويدخله في نيومونيا. ده كان الموجود عندكم الميكانيزم بتاع ايه؟ بتاع الفومتنج. وده تقريبا كل حاجة اتشرحت عندكم. لو في اي حاجة مش فاهمينها او كده اتمنى انكم تبعتوا لنا، وباذن الله تحت